من هذه العلامات الكبرى للساعة أن يخرج المهدي، والمهدي إذا خرج يخرج في زمانه المسيح الدجال كما أشارت بذلك بعض الأحاديث، والمهدي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ولد فاطمة ومن ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه. ولذا عند أبي داود من حديث أم سلمة المهدي من ولد فاطمة، وجاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. قال ابن كثير رحمه الله كما في النهاية قال هو محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. وهذا المهدي يخرج من جهة المشرق، خروجه من جهة المشرق مما يلي العراق ونحوها من المدن. ففي حديث ثوبان عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا عظيما لم يقتله قوم. ثم ذكر قال ثوبان ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. فيه زيادة فإنه خليفة الله المهدي، هذه الجملة ضعفها شيخ الإسلام وضعفها الألباني رحمه الله، لكن الحديث صحيح، صحيح بدون هذه الجملة فإنه خليفة الله. قال ابن كثير رحمه الله ما المراد بهذا الكنز الذي يقتتل عنده هؤلاء الأبناء من أبناء الخلفاء؟ قال المراد بالكنز هو كنز الكعبة، يقتتل عنده ثلاثة من أولاد الخليفة حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي من بلاد المشرق. ثم قال رحمه الله ويؤيد المهدي بناس من قبل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه وتكون راياتهم سودا. والسواد قال هو علامة زي الوقار، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت رايته سوداء يقال لها العقاب. قال ابن كثير رحمه الله ويبايع له عند البيت. قال ابن كثير رحمه الله كما في النهاية قال يخرج من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة، يزعمون أنه موجود الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان. قال فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان وشديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا معقول صحيح ولا من استحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في المستدرك أن الأرض تخرج خيراتها في زمنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، يعني يقسم المال بين الناس بالعدل بالسواء. قال وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانية، يعني سبع أو ثمان سنين، وفي حديث آخر سيأتي إيراده إن شاء الله أو تسع سنين. والمهدي يخرج إذا كثر اختلاف الناس وعم الظلم والجور، يخرجه الله عز وجل تنفيسا لهذه الأمة. ففي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل.
فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن الأرض ويرضى عنه ساكن السماء، ويقسم المال صحاحا. قيل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس. ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله حتى ينادي، يعني المهدي، حتى ينادي فيقول: من له في مال حاجة فلا يقوم أحد من الناس إلا رجل، فيقول له: ائت السدان، يعني الخازن، وقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيأتي فيقول له: احثوا، يعني احث من هذا المال، حتى إذا أحجره وأبرزه ندم هذا الرجل فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل منه، ويقال له: إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. فدل هذا على أنه بعد المهدي يظهر الشر، وهذا الرجل ليس على صلاح في سابق أمره، بل يوفقه الله عز وجل للتوبة حتى يكون بهذه الصورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث علي رضي الله عنه: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. لم يكن في سابق أمره على هدى وعلى صلاح. قال ابن كثير في النهاية معلقا على هذا الحديث، قال ابن كثير: يتوب الله عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. ما صفة هذا المهدي؟ صورته الخلقية جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أجلى الجبهة أقنى الأنف. أجلى الجبهة أقنى الأنف، أجل الجبهة يعني أن الشعر الذي في مقدمة رأسه قد انحتى. أقنى الأنف يعني أن أرنبة هذه الأرنبة، أن أرنبة أنفه طويلة مع احتداب في وسط أنفه. يملأ الأرض قسطا وعدلا. وإذا خرج المهدي يكون بعد ذلك خروج عيسى، ويسبق خروج عيسى كما هو معلوم المسيح. الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام مع أنه نبي يصلي خلفه، يصلي خلف المهدي. جاء في حديث جابر وصححه ابن القيم في المنار المنيف، قال: ينزل عيسى فيقول أميرهم المهدي: صلي بنا، لأنه نبي. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكرمة الله هذه الأمة، هذه الأمة مكرمة، إلى درجة أن عيسى يصلي خلف المهدي، مع أن عيسى ولا شك في ذلك أفضل من المهدي. وجاء في حديث أبي سعيد وصححه الألباني رحمه الله: منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. هذه جملة من الأحاديث التي تدل على خروج هذا الرجل المسمى بالمهدي، وهو من العلامات الكبرى للساعة. أحاديث المهدي كما قال المحققون من أهل العلم متواترة تواترا معنويا، ولا عبرة بقول من أنكر وجود المهدي من بعض العلماء المعاصرين، فإن المهدي قد ألف فيه علماء السلف مؤلفات عدة تدل على خروجه. وأما ما جاء من حديث عند ابن ماجه: لا مهدي إلا عيسى، هو عند ابن ماجه، وهذا الحديث لشيخ الإسلام رحمه الله موقف منه، يقول: إن هذا الحديث ضعيف، وكذلك تبعه تلميذه الذهبي، لكن تلميذه ابن كثير يقول كما في النهاية: إن هذا الحديث مشهور ثابت، لا مهدي إلا عيسى. فهل ينفي هذا الحديث أن يكون هناك مهدي غير عيسى؟ يحمل هذا الحديث على صحته كما هو رأي ابن كثير رحمه الله، وكما هو رأي أبي عبد الله القرطبي في التذكرة، على أن هذا الحديث
يبين أنه لا مهدي تمام الهداية إلا عيسى، ولا ينفي أن يكون هناك مهديون آخرون غير عيسى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، قال: وأما الرافضة الإمامية، يعني الروافض، فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري. هذا على القول بوجوده، ولذا شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول: إن هذا الرجل غير موجود، شخصية وهمية اختلقتها وافترضتها الرافضة، وإلا فإنه لا يوجد شخص بهذا الاسم، نص على ذلك كما في منهاج السنة رحمه الله. قال: والحديث لابن القيم، قال: في وصف هذا المهدي الذي هو عند الرافضة، قال: هو المهدي المنتظر من ولد الحسين لا من ولد الحسن. هم يقولون هو من ولد الحسين ليس من ولد الحسن، ويخالفون بذلك ما جاء من آثار. قال رحمه الله عنهم: الحاضر في الأمصار، الغائب عن الأبصار، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا منذ 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر أو أثر. قال: وهم ينتظرونه كل يوم، ويقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج مولانا، أخرج مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والخسران، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنفقاء والغيلان. ثم قال: والقول لابن القيم رحمه الله، قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا انتهى الحديث عن المهدي وما جاء فيه من أحاديث وصفات.